عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملا. وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه. ويتبين هذا بالمثال: لو أن إنسان كان عليه 5 أيام من رمضان ثم أخر قضاءه وصام الأيام 6 قبله، فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال إنه صام 25 يوما من رمضان. فلا بد من صيام رمضان كاملا حتى ينال أجرها. وهذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من بقية من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها وصام بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها نافلة تطوع ليست فريضة. فإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين أو صام بعضها وتركها بعضها فلا حرج عليه. 6 لا يشترط أن تكون متتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ولم يقيدها بأنها متتابعة أو متفرقة، لا بأس. المهم أن تكون في شوال، في أوله، في آخره، في وسطه، متتابعة، متفرقة، لا بأس بذلك، الأمر موسع في هذا. وأما إذا كان عليه قضاء فالأحوط أن يبدأ بالقضاء أولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، صام رمضان، فكونه يبدأ بالقضاء لا شك أنه آكد وأظهر في الدليل. نعم.